بس ما كان يعرف ان هاي الطيارة رح تقصفه ويموت منها. ليه؟ قصفته طيارة يهود قصفته هذا الولد ومات. ماذا بأحلامه؟ مرة طفل صغير عم يلعب بالحار عم بيفتش عالنقار تطير طيار وتطلع بالجو وقال مدري شو عم يلمع وتطلع بالجو وقال مدري شو عم يلمع شوفوا شوفوا طيار شايل عند الطيار ارفع قلبي وطار عشنا الطيار ارفع قلبي وطار عشنا الطيار.